دورني بالبلد شوي. لحقاني. لا مو لحقاني، اريد تدورني هلا. امرك. تفوت من هون. حاضرين، تحت امرك. للنساء فقط؟ خسارتك يا قمر. خلصني عاد من اوهامك، خلصني. من شوي طلعت الدكتورة من عندها وبنتعامل لسه جوا البيت. طيب طيب، خليك محلك جاسم. بدي اروح اسكر العيادة. طيب، روح ولا تتأخر، رجع فورا. أنا مو راجع للمساء، مشغول. أمرك خالي. وهاي لك مشان تخبي كرش الوجاعة هذا. كيف أموركم؟ والله يا معلم الحياة غير، بيت بلشتي ما بيغرق مي. هذول ألوان إلك وهذول إلك، يكفوكم سنة، المهم تنجحوا. ها شو؟ ماشي يلا روح العب. قعدي يا معلم، قعدي، ما بدك تعملي شيء، أريد أروح أتعشى مع أصحابي. طيب مشان بكرة. بكرة مسافر، جيت أطمن عليكم وراح أظل قريب منكم. ها المهم لازمكم شيء؟ والله أمي ما أريد غير سلامتك، وبدي إياك تضب إيدك تدير بالك على حالك، بلكي تتزوج تشتري لك بيت إن شاء الله. الله كريم. طيب دقيقة وراجع.
علي. هاي جبنا شغل ايدي وعملتها مخصوص لرفقاتك. امرك لازمكم شيء. سلامتك. والله يا ابني احنا لسه مو مصدقين. كل ما شفنا طابو البيت انا وابوك نطلع عليهم مو مصدقين. حتى رفقات ابوك لما يشوفوا ما يصدقون. لا ولو تشوف اخوتك يفتحون البراد هذا انه ولا مو انه، الغساله انه ولا مو انه. يلعن ابو الفقر. اي والله يلعن ابو الفقر. انا راح امر على ابوي على الدكان. سلام. الله يوفقك، الله يوفقك يا ابني. والله ما قام افهم عليك. والله ما اعرف. من اول ما جيت وحاسس قلبي مقبوض. حاسس حالي اريد اهرب. صدقني ما كنت متخيل مشعوري راح يكون هيك. معك حق، بس كمان احنا ما نريد نهجر امكنتنا من شان مره تركتنا وصديق تافه. هيك حال الدنيا. ما اعرف اشرح لك. بس اكثر مكان اشتقت له هو الاسطبل. اذا هيك بسيطه، بكره نروح ونشتري. لا هلق مرحله جديده. إيه لا مو مرحله جديده، راح تضل هيك طول عمرك. حتى بعد 20 سنه راح تجي وتوقف بنفس المكان وتعيد نفس الكلام. يمكن يمكن صعب ننسى الحب. لا يفل الحديد إلا الحديد، الحب لا يهزمه سوى حب جديد. هذا إذا أنا أريد انهزم هذا الحب. عجبتك صفة الضحية بس ما كثير تنبق لك. تنبق لي صفة الضحية النحات اللي ترك باريس وإجا لهون من شان ريحة النهر ومجموعة أصدقاء يقعدون يصيدون سمك ويشون بصل وينظرون وينتظرون ثورات العالم. هذا هو الدكان، الباب من هون، فوت اسأله. يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك عم بعلي؟ الحمد لله خير. بدي اشوف استاذ علي. خير خير. ما بشي، انا طالبه وجاي لافرجيه رسوماتي. تاخرت يا ابني، استاذكم سافر. ما تعرف متى بده يرجع؟ لا بالله. طيب خاطرك سلم لي عليه. الله يسلمك. شايف ابني طلابه ما ينسونه. الحمد لله يا ابو علي، الله عطاك يا ابو علي. الحمد لله الحمد لله. جحش انت ولك جاسم، جحش. ما قلت لك تسأله إمتى مسافر؟ امبارح سافر يا خان. أنت متأكد؟ متأكد. معقول؟ معقول يقعد هون شهر وما أشوفه حتى صدفة؟ ايش معرفني يا خال؟ إذا كلها قزاجك من باش أدور لك عليه؟ ولا من أخوتي ونروح له؟ نسوي له شتلة نربي بيه البلد، وإذا بدك أوصل لك إياه. قبضاي جاسم، قبضاي. أعجبك؟ إيه تعجبني. خلاص. بكرة لا تتأخر عمرت خالك. ماشي؟ سيك روح لا تتأخر. بدك شي خال؟ سلامتك. الله معاك. قمورة بنت عمك ولدانا ونريد نروح نبارك لها. ايه تعالي خذيني بعد العيادة. ومرافقك الحباب. لا الرقابة خافة هالكم يوم. انتظرك. ها ماشي. باي باي. فاطمة. شوف آخرتها معاك.
فهمتكم يا نعم، أنا فهمتكم، فهمت الجميع. كان نداء أقرب إلى التوسل. بعد 23 عاما من حكمه بدا الرئيس زين العابدين بن علي كمن فهم أمرا استحصى عليه، لكن وقت الفهم كان قد فات. بدا الرجل الذي حكم البلاد بقبضة من أمل، ودودا وطيبا وشعبيا وضعيفا كما لم يرى من قبل. ما كان يجب أن يفهمه. يا قام اشوف عقبال عندنا. شو الحيوان؟ ما تفتح. يلا باي باي. بدك تقولي لي انك كنتي مع بنت عمك هاي الفاجرة؟ دور من محل لمحل بغياب جوزها. وين كنتي؟ كنت عند بنت عمي الولدانة. تضحكي علي؟ تضحكي علي انا؟ سالم وطي صوتك. انا اللي بطلع المجرمين من السجن مثل الشعرة من العجين. عم تضحكوا علي؟ وين كنتي؟ وين كنتي؟ قلت لك عند بنت عمي الولدانة. حجر كنت خلينا. وين كنتي؟ هلق بدنا نحكي. هلق بدنا نحكي. ولك انا عم اراقبكم، عم اراقبكم. عم اراقبكم. سحر لاي، سحر لاي. ولك يا كلبه يا واطيه. كلبه يا حقيره، حقيره. جاسم، هذا اخر عشمنا بيك يا سالم؟ بنتنا تطلع من بيتها هربانة؟ حلو الكلام. خلينا نكمل للآخر، بعدين قولوا اللي تريده. يا ول صار لك سنتين بيها، سنتين بيها وأنا أدري وساكت. أقول معليش، أزواج جدد بكرة يتفاهمون مع بعض. أقول معليش، أزواج جدد بكرة يتعودون على بعض. وأنت تزيد هيهانة. يا عيب الشوم عليك، يا عيب الشوم. تفضل عمي، تفضل، خلينا نحكي بهدوء. تفضل. قول شو تريد تقول. انت لازم تسمعني مثل ما انا سمعتك. صار لي سنة صابر عليها وحاططها جوا عيوني، بس قمر ما تستاهل. ما تستاهل؟ يا ول ليش ما تستاهل يا ول؟ هاي الدكتورة قمر أعطيناك أميرتنا. يا عمي مشان الله، أنت ما تعرف شيء. سالم أنا صار لي ساكت سنة بس، خلص طفع الكيل. إذا ما بترجع بكرة المساء بقول لك كل شيء وبالدلائل. أخي أحكي، إحنا بنحب نعرف. يا رشيد ما أريد أحكي، رجال بمقام أبوي. يعني أنا لو ما أحبها معقول تقعد عندي سنة؟ يا أخي احكي وخلصنا. قلت لك ما بدي أحكي، هذا رجال كبير شابة مقام والدي الله يرحمه، ما بصير يسمع. عمي أنا غلطان وبعتذر. بدكم أطلق بطلق، ومن بكرة منروح على المحكمة، وكل شي بدكم إياه من عيني هي قبل عيني هي. خلص خلص، قوم سوي لنا فنجان قهوة. قوم حقك عليه، القهوة جاهزة عن إذنكم. شي حلو والله، شي حلو والله. بس ما أريد أسمع ولا كلمة. ماشي، أنا راح أستناك بالسيارة، بس لازم تعرف إنه هذا واحد لبك. يا ول قوم من وجهي يا ول. سالم الله يرضى عليك، قل لي قل لي وريح قلبي.
بيشي من اللي يوطي راس رجال ساوته بنتنا لا سمح الله؟ قول ترى احنا مو قلالها ونقدر نحاسبها. قمر لسه ما خلصت من هذا النحات الازهر. كيف يعني ما خلصت؟ اليوم طول النهار برا البيت وما اعرف وينها. يا ول حرام عليك يا ول، كانت عند بنات عمها مع بنات العشيره وبي 100 شاهد. بي شي ثاني قول. هي كانت تحب علي. وانت صديقه وتعرف. ايه شي يوطي راس رجال صار هيك شي؟ لا لا يا عمي. اسمع ابني، بكره راح ارجع لك اياها، بس لازم تعرف يا سالم انه احنا ما نسمح للزوج وخاصه اذا كان خارج عشيرتنا عدم المؤاخذه يعني انه يحاسبها. عمي انت بتعرف قمر منيح، قمر شرسه ما عم بقدر عليه، ويعلم الله اني احبها. يا ابني حاول الله يرضى عليك، والله انت متزوج جوهره نادره. يمكن ما ضل وقت. خذ وقتك وفكر. يعني معقوله يا سالم؟ معقوله يا وال دكتوره تحط عليها كل هالحراسه؟ بكره لما الله يهد البال وتجيبوها لعيال الزينين يفرحوا قلبكم. كيف يا عمي؟ شلون؟ شلون؟ شلون وهي نازله سف بهالبطيخ هذا؟ شوف شوف بعينك. اي معلش ابني، حتى هذا له حل. اقول لك رايي يا حجي بصراحه وما تزعل. ما عاد شيء زعلني ابني، طز بكل شيء. صهرك هذا واحد كذاب ومنافق وطول عمره هيك، مو اذا صام وصلى معناها صار تقي. هسا ما في فايده من هالحكي ابني، صار صهرك. قمر ما راح ترجع تعيش معاه لانه هو اللي عنده المشكله، راح اتجوز البنت اللي خطبها صاحبه وبده يطلع الحق كله على بنتنا. وليش ما حكيت هالحكي من اول؟ هاي طلع عندك مخ وتحلل. صراحه يا حجي اول ما اجت قمر بالشارع حسيتوها غريبه علي، قلت هاي البنيه صارت تتكبر عليها. بس عند اللي اجت لعندي على البيت وقعدت عندنا كم يوم وحبوها الاولاد وتعلقوا بيها، رجعت وحسيت انه هاي هي اختي اللي احبها. طيب وشو الحل برايك؟ شوف ايش بدها بنتك. والله اذا رجع زعلها ما عاد ترجع له بحياتها. اخر فرصه يا حجي اخر فرصه. اسمع ابني الله يرضى عليك، انا من رايي تفضي حالك بكره تزورها بالعياده وتوصلها على البيت وتحكي لها كلمتين. انا ما عاد اريد اوصلها يا حجي، هي تعرف طريقها زينة، بعدين انت ابوها تصرف. طيب انت تطلع منها وانا اتصرف. بكره ترجعين على البيت، واذا يزعجك ترجعين لهون وما يحلم يشوف ظفرك. هذا اخر قرار عندكم؟ ليش تحكين هيك؟ كانه مو عاجبك؟ ايه مو عاجبني. تريدين تتطلقين حتى ترتاحين؟ لك يا بنتي الرجال مثل اولاد صغار ما يتجاكرون. الطلاق هون اصعب من الموت صدقيني. بكره راح ترتاحين بس ما يجيكي اول ولد، هو يعقل وانت تعقلين وتعيشون. انا وابوكي اول ما تجوزنا جنني. قام اسالكم هذا اخر قرار عندكم؟ ايه اخر قرار، واذا رجع ومد ايده عليكي ما عاد يشوف ظفرك. لا تكثري التفكير عن حبابتك. المرة الجاي إذا صار شيء أنا ما رح أخليهم يرجعوكي. تأخرتوا كثير يا أم صالح، كثير تأخرتوا. علي وينك يا رجل؟ تاركني مع عالم ما اعرفهم. بس هم يعرفون. اي ما قلت لي انك عامل شيخ عشيره جوا ثورة لشوي. لا تقول الا شوي. هاي ثورة ما حدا يقول لي مستحيل،
شاف فقير من الظلم بيحرق نفسه وبتبدا الشراره. تفضل يا استاذ حاتم. اقعد. تفضل تفضل. على كل حال هاي اول بطيخ مشي. يا سيدي بحفظ. وهي مبين مصر رح تبدا. وبكره سوريا. سوريا؟ مستحيل. ليش مستحيل؟ السوريين ظرفهم أسوأ من اي شعب عربي وهم احق بالثوره. مو ضروري، اذا في شعب مظلوم بيقدر يثور. السوريين فقدوا القدره حتى على الكلام وهيك كانوا التوانسه. يا اخي خلينا نشوف الظروف الموضوعيه. يا اخي ما بدنا نشوف الظروف الموضوعيه. ايشو محاسبين الثورات وظيفه الرياضيات؟ لا حبيبي، هلق اجى دورنا نحن العرب بالثورات. شو رايك استاذ حازم؟ والله ما حد يعرف، يعني هو كم شهر وراح تتوضح الصوره. اذا وقفت الثورات عن تونس تكون راحت الفرصه على العرب، واذا استمرت فما في حد على راسه طربوش. الكل مظلوم والكل منهوب، وراح تكون ثورات بالعدوى وما راح تتوقف. هذا حكي مقبول وبوافق عليه. خلونا ننتظر ونشوف شو راح يصير. ليش ننتظر؟ لازم نبدا من هلق ونتناقش ونجهز ونشوف افضل وسيله للثوره. يا اخي شو هالجيل هذا؟ هدول شويه اولاد يا زلمه وما بيفهموا شيء بالسياسه. مشان هالمفهوم لازم بتصير 100 ثوره، ولانك انت بتفكر هيك بقي النظام 50 سنه حاكمنا بالحديد والنار. شو يشتغل هذا الشاب؟ اسمه نديم، طالب زراعة سنة ثالثة. هذا الجيل مو يعمل ثورة، يعمل 100 ثورة. شو قلتك؟ نحن ختيارنا يعني؟ قال لي عمي صالح وقال لي انك صرتي بالبيت. ليش؟ حسابك معي بعدين. قلت يمكن غلطان. رحت على الصيدلية وسألت. ليش ما بدك تجيبي مني ولد؟ منيح هيك؟ المهم هون، انت ليش مصر تضلك تعاملني مثل البهيمة؟ ما تقدر تكون ألطف؟ والله وقت تتعاملي معي مثل الناس والعالم، شوفي كيف الدلال. والله صعب يا سالم، صعب ذاكرتي تنمحى،
صعب أغيرها. فيك. شلون؟ تحبيني. طيب أحبك. خلص حبيتك. طيب تتمسخرين. حسابنا بالليل. أهلين عمي أبو جابر. الحمد لله الحمد لله. لا لا لساتنا على موعدنا. وهي الرعبون معي. مثل ما بدك على موعدنا. السلام عليكم. بدك تبقى على هالسيرة؟ شو في بالليل؟ بدي أشوف كيف تغيرتي. مثل ما قال لي أبوك. سكر الخزنة وراك. ليش؟ هيك. ماشي يا قمر. ماشي. ألو، كيفك عمي صالح؟ الله يسلمك. أقول أنا راح أدفع رعبون الأرض الغربية. شو؟ أرض كبيرة فينا نطلع فيها 5 محاضر وست محاضر ونبني مستشفى كمان. تتهنى يا سالم، يجعلها آية الرزق إن شاء الله. أنا أريد أشتري الأرض اللي جنبي بالدويرة. الجماعة عارضينها للبيع. ماشي ماشي ماشي. السلام عليكم. مع السلامة. بالهنا إن شاء الله. عم تشوف؟ والله صار لي 3 أيام ما عم أعمل شي غير إني أشوف. والشباب؟ الشباب قام يغلون والله. مرحبا أستاذ. أهلين، بحكيك بعدين، مع السلامة. أهلين أبو عمار، خير؟ ولا شي، الدنيا مقلوبة. وهي تعليمات جديدة من الإدارة. انتم من جد لساتكم هيك بتفكروا؟ يعني اذا وقفتوا نشاط المركز الثقافي رح تقدروا تمنعوا اللي عم يصير؟ وانا شو دخلني؟ هنن بيخططوا ونحن بننفذ. استاذ حازم، شو رح يصير؟ معقول يصير عندنا مثل مصر؟ لا لا مستحيل. الناس هون ملتفة حول قيادتها. جاوبت لحالك. الناس هون ملتفة حول قيادتها الحكيمة. يعني احنا غير مصر وتونس، احنا دولة ممانعة. على الوفاء بما تعهدت به بكل جدية. ما تنحى. راح يتنحى. راح يتنحى وراح تنتصر مصر وإرادة الشعب المصري. واحنا في الطريق. لا تيأسوا، لسه ما بدينا. الشوارع فاضية والحكي بالبيوت. هلق الحكي بالبيوت، بس بكرة بالشوارع. وتذكروا كلامي. كملوا شغل، كملوا شغل يا شباب.
لا حول ولا قوة إلا بالله. حط المنبه ربطنا غلط. قمار يا قمار، قمار وين راحت المجنونة؟ ألو. مرحبا مرت عمي. أهلين. أعطيني قمر. قمر ما هي عنا؟ يعني رجعت على البيت؟ لا ما شفناها من هذاك اليوم. طيب عمي بالبيت؟ إيه. تحكي من تليفوني، انا عملته برايفت، خذي احكي فيه. اوكي. احكي. ما هي عند احد من بنات عمها، بس الطوف شافها صبح بكير رايحه بالميكرو على المدينه. ويعرف اسم صاحب الميكرو؟ اقعد. مالي قاعد يا ديوان. اقعد ديوان. اقعد اقعد. العمل اللي ضربك أعطيناك أميرة ما عرفت إلا تطفشها، فضحتنا الله يفضحك. ألو. نعم. أنا آسفة بابا، تبعثوا لي ورقة طلاقي من هالحقير أرجع لكم، وغير هيك بتنسوني. أنا أحبكم وما أعمل شيء وطي الراس، ما أريد واحد حقير وتافه ومنافق مثل سالم يعملني مقبولة. بابا أنا بالشام، وإمتى ما تريدني أرجع لكم، بس إذا لساتني على ذمة هذا الحقير سالم أطخ حالي قبل ما أخفي عتبة بيته. سلم على أمي وحبابتي ورشيد. مع السلامة. ثلاثة أيام معك تجيني وتجيب ورقة الطلاقة بإيدك. هذا اللي طلع معك يا شيخ؟ يوال اسمع يوال، قسما براس أبوي بقبره، إذا تسوي شوشرة إلا أهجرك من كل هالديرة، تفهم؟ شرف. تجيني ورقة الطلاقة بإيدك. قول إن شاء الله. عم تحلم يا شيخ، عم تحلم. روح ضب بنتك بالاول، دبارها عندي. رشيد اترك كل شيء من ايدك وتعال عندي. ايها المواطنون، يلا قول نفس الاسطوانه قولها يلا. في هذه الظروف العصيبه، مؤامره التي تمر بها البلاد، قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهوريه. دعم نحى وقت نحى. سقط يا سقط يا شباب. اخبارنا يا شباب. يا شباب سقط. الف مبروك. ولك بدي يسقط يسقط ابوه كمان. الله يسلمك. الله يبارك فيك. والله بشاره يا شباب.
قاعدين عم نتفرج على التلفزيون. لا زلمه مشغول في الساحات. الله يبارك فيك. عقبالك الشباب، عقبال عنا. ولك شبيك عنا هون بالاردن، شبيك طفل. يلا سلام سلام. بدنا نشوف شو حيصير. ليك الشعب. مفاجأة. مفاجأة كبيرة. وين؟ على مين عم تدور؟ لا تعمل حالك مالك خبر. سالم، سالم شبيك؟ اقعد بهدوء خليني افهم عليك.